اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الاولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير اكلة امي. اكلة امي النهاردة صحي، والاكل الصحي مطلوب مننا يوم في الاسبوع على الاقل، لان بيقولوا الوقاية خير من العلاج والصحة تاج على رؤوس الاصحاء. فتعالوا مع بعض من خلال اكلتك صحتك في اكلتك. يعني تعالوا مع بعض هنعمل ايه النهاردة؟ هنعمل النهاردة طبق فتة. ده كلام مغازي برضه، تقول لي صحتك واكلتك وهتعمل فته. الفته بتاعتنا النهارده اسمها فته الكباب الحله بالزبادي. يعني مش حرمينكم من حاجه، اللي عايز ياكل كباب حله هناكله كباب حله على شكل فته لطيف حلو. احنا عارفين كلنا الزبادي مفيد جدا، منتجات الالبان، مريض السكر، ونجيبه من السوبر ماركت قليل الدسامه اللي هو الدايت المعروف. دي مكونات الاكله او تفاصيلها نظري، هنعملها عملي مع بعض مع حضراتكم دلوقتي. معانا النهارده بقى حبيب قلبي البتنجان، ابو قلب ابيض ومن بره اسود، الشكل الجميل الحلو ده. انا عامل بتنجان النهارده سلطه اسمها سلطه الشيف المغازي. البتنجان ده هيتشوي وهعمله بطريقه النهارده لاول مره، ولكن لو عرفنا فوائد البتنجان وبحثنا فيه لازم ناكله كل يوم فطار غدا عشاء. ده كلام يا شيف؟ ممكن نفطر بتنجان؟ نفطر بتنجان مع الطعميه الصبح مع طبق الفول. البتنجان مفيد جدا، بس احنا اللي مشكلتنا باستخدامنا له بيبقى مؤذي شويه، يعني يتحمر في الزيت والزيت الراجع بتاع الطعميه والجو اللي احنا عارفينه ده. البتنجان تشوي ياخد طحينه، ياخد عصير ليمون، زيت زيتون، فليفر، توابل، هيبقى قيمته الغذائيه عاليه جدا، وخاصه مريض السكر. مريض السكر، مشاكل الكوليسترول، اللي عنده كوليسترول زياده، البتنجان فوائده كتيره قوي على فكره، بيحارب السرطان والعياذ بالله، فمفيد جدا. فانصحك البتنجان في بيتك ما يطلعش، تعمليه مسقعه، تعمليه مشوي، تعمليه مقلي، تعمليه ايس كريم، كل الكلام ده من البتنجان هنشوفه مع بعض. صحتك في اكلتك والصحه تاج على رؤوس الاصحاء. حلقتنا النهارده حلقه مميزه واكل صحي، اتعودنا من الشيف المغازي كل يوم حد من كل اسبوع بنخش المطبخ نحول الاكله اللي احنا بنعملها لاكله صحيه. التفاصيل بعد الفاصل. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، بتظبط النار بتاعتنا، بنهيئ الجو، نشوف ايه المتطلبات عندنا. تعالوا مع بعض نشوف ازاي تحولي الاكله اللي نفسك فيها في المطبخ ايا كان النوع بطريقه الشيف المغازي. بنعمل عمليه بحث في الماتيريال بتاعها، المكونات بتاعتها، ونهرب من الدهون، نهرب من الحاجات اللي ممكن تؤدي للسمنه، زياده الوزن، الكوليسترول، الحاجات اللي احنا عارفينها كلها. اي اكله بتخش النار يبقى فيها ماده دهنيه، سواء بتحمري بصله، بتحمري تومه، بتعملي لها طشه وهكذا. فتعالوا مع بعض هنعمل النهارده طبق الفته، فته الكباب الحله بالزبادي. المقادير على الشاشه والصوره الحلوه على شاشه القناه الاولى تتحدث عن نفسها. حته لحمه هبره بقدر الامكان، تجتهدي طالما نيتك نيه الاجتهاد ربنا يكرمك، تبقى نسبه الدهون فيها قليله، يعني تقريبا 20% 10% الموجود. معانا زبادي، ومعانا طبعا الزبادي بنشتريه من السوبر ماركت اللي هو قليل الدسامه او الدايت. معانا توم وبصل، البهارات بتاعتنا شويه ملح، شويه فلفل، شويه كمون، شويه بابريكا، التوابل الحلوه. وما ننساش طبعا معلقتين طحينه للفته، والعيش المحمص بتاعنا، بنجيب خبز الرده اللي موجود ونكسره ويبقى معانا بالشكل اللطيف اللي حضراتكم شايفينه ده. طبعا ما تجيبيش العيش الشامي اللي هو العيش الابيض، تجيب العيش اللي هو الاسمر لو المعمول بالعيش الرده، وتكسريه ويبقى متحمص معانا بالشكل ده كده. هو ده العيش اللي احنا هنعمله فته. انا بس بشرح التفاصيل او الماتيريال بتاع الاكله عشان نهرب من الحاجه اللي ممكن تؤدي للسمنه. هنعمل ازاي كباب حله؟ احنا شاطرين في عمايله. حله على النار بتسخن جيدا، الماده الدهنيه بتاعتي معلقه زيت زيتون بس زي الفل كده اهي، حلو قوي. التوم بيحارب الكوليسترول، معانا توم طازة ومعانا توم سليم، نخلي التوم هنا برضو استخدامنا له، والبصل بتاعنا الحلو ده كده زي الفل. طبعا كباب الحلة ده مش هياخد اي سوائل خالص، وليه سموه كباب حلة يا مغازي؟ علشان بيتعمل الكباب في الحلة مش على السيخ. بصلة زي دي كده حلوة تتقطع مكعبات كبيرة عشان نسبة وتناسب في عملية السوى. ننزل بالبصل هنا ده كده، اللهم صل على النبي. شكل البصل في قلب الطاسة بيتكلم مصري. معانا خمس ست فصوص توم زي الفل. الله الله، حاجات ربنا انعم علينا بيها زي الفل. حلو،
مش هنزل بالثوم السليم دلوقتي، الثوم المطحون قصدي، عشان لو نزلت بالثوم المطحون على ده ما يستوي هيبقى اتحرق، يمرر لك الكباب الحله. نقلب كده، البصل ياخد لون، نغطيها علشان تستوي معايا بسرعه، ده الطبيعي. نجيب حته اللحمه بتاعتنا الحلوه اللي من عند الجزار المعرفه، الراجل الطيب يا حاج، ربنا يكرمك ويعيدك بزياره النبي. عايزه حته لحمه حلوه نسبه الدهون فيها قليله عشان جوزي عامل دايت، ننضفها كده بقدر الامكان من الدهون. عينيه، حاضر، ونشيل ده كده عشان الصوره الحلوه تيجي حلوه. نشيل الزبادي ده من هنا، اللهم صل على النبي. واحنا شغالين كده مع بعض واحده واحده، بقدر الامكان تمسك حته اللحمه تشفيها كده، فيها عرق مثلا، فيها دهون، ده الطبيعي برضو ورا الجزار يعني، وده ما يمنعش انك انت طبعا موصياه، ولكن الدهون اللي في حته اللحمه هي مفيده وكل حاجه، عشان كده احنا مش مكترين السمنه او الزيت او الماده الدهنيه اللي بنسوي فيها البصله بالشكل ده كده. عايزين نعمل شويه كباب حله، اي حته لحمه في الدبيحه تتعمل كباب حله. عندك حتة اللحمة اللي هي جنب بيت الكلاوي لطيفة وحلوة، بتبقى حلوة حتة ملبسة اهو بالشكل ده كده، كندوز او ضاني الاتنين يمشوا مفيش اي مشكلة. قطع اللحمة ده كده، عندك موزة حلوة ممكن تعملها كباب حلة مفيش مشكلة برضو. ايه اخبار البصلة بتاعتنا الحلوة؟ نبص عليها كده، اللهم صل على النبي، زي الفل. عيني اهي، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ننزل باللحمه ده كده اهو، الله الله، شفت الجو ده كده؟ زي الفل. تنزل بقى الجوس بتاعها كده على البصله وزي الفل، واحنا شغالين كده واحده واحده. طبعا اللي بيطلع من اللحم ده ما يترميش، خليكي زي الجزارين كده، ده يتفرم كفته يبقى لطيف وحلو في اليوم المفتوح بتاعنا. المفروم ده ممكن تعمليه صينيه رقاق، ممكن تعمليه حشوات لحاجات كتيره قوي اهو بقدر الامكان. مع ان انا موصل ان اللحمه تيجي من غير دهون، بس طبعا هو بيبيع كل حاجه مع بعضيها. انا اللي بيقلقني في الدهون، الدهون اللي هي بتسيح، بس في دهون ما بتسيحش بتلتزم مع حته اللحمه دي، حلوه واحنا بناكل ممكن نركنها على جنب مفيش اي مشكله. تمام، دي اخر واحده زي الفل. نشيل ده من هنا بقى اللي شكله يخوف، الدهون دي مش عايزها، ونقلب حته اللحمه بتاعتي، اللهم صل على النبي. فصوص الثوم مع البصل، ما حطيتش اي بهارات هنا خالص، انا اي بهارات ما حطيتش خالص دلوقتي. ازاي اعمل فتت كباب الحله وحقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى، كباب حله وعارفينه حلو، بس نعمله فته ده الجديد. حته اللحمه تتشوى على النار، بصل، ثوم، ناخد الثوم الحلو بتاعنا ده اللي هو مفروم، ينزل في النص كده زي الفل. ننزل بالتوابل بتاعتنا، ايه يا البهارات يا شيف؟ معانا بهارات من بابريكا، بحبها دايما في الاكل، شويه كمون حلوين، سنة كركم صغيرة، كركم مفيد جدا للجهاز الهضمي وخاصة الكبد، الملح بتاعنا، فلفل اسود حلو، بهارات هنرفع ايدينا بقى منها، نقلب كل ده مع بعضه. شفت انا حطيت التوم ازاي؟ وقلبها كلها مع بعضها كده، ونار هادية يا عم الشيف. عايز الكباب الحله ده يستوي، بيبقى عامل زي الملبن، تبقى الحته ملبسه كده وطريه وزي الفل، ده يستوي على نار هاديه بعد الصدمه الناريه. ايه هي الصدمه الناريه؟ وايه فايده الصدمه الناريه يا مغازي؟ بعمل عمليه احتباس للسوائل اللي موجوده في حته اللحم، بعمل عمليه احتباس للجوس والطعم بتاع حته اللحم. حلو الكلام؟ لو اتحطت على نار هاديه بتتصفى حته اللحمه وتحرق السائل اللي موجود فيها، عشان كده لما تيجي تشوي برجر او تعملي شاورما او تشوي حته لحمه استيك، لازم تكون الطاسه والجريلا سخن. غطينا اللحمه بتاعتنا، نجهز بقيه الشغل بتاعنا واحنا مع بعض كده واحده واحده.
حلوة قوي، اللهم صل على النبي. معانا يا زبادي اللي هو تركيبه بقى الفته بقى. معانا زبادي حلوه قوي، ومعانا طحينه، ومعانا عيش متحمص. هنجهز الزبادي بتاع الفته واحنا مع بعض واحده واحده كده اهو. حلو، شيل ده من هنا. ايه اللي جابه هنا؟ مش عارف، زي الفل. دايما الزبادي لما نستخدمه في الفته بيحتاج لمعلقه طحينه. حلو، ومعانا توم طازه. انا حطيت توم طازه دلوقتي، خلي بالك. ده التوم وعصير الليمون. ده عصير ليمون على الزبادي. طالما حطيت عصير ليمون على الزبادي يبقى معلقه طحينه دي كفايه. عيني، حاضر عيوني، حاضر. معلقتين زيت زيتون، كل دول مع بعض هنقلبهم يا عم الشيف. يبقى انا حطيت توم طازه، حطيت زيت زيتون، عصرة ليمون، معلقة طحينة، شوية ملح، شوية فلفل، وأقلب دول كلهم مع بعض. إيه فايدة معلقة الطحينة هنا؟ تعمل أكل صحي، كده كده الطحينة يعني أوميجا 3. يعني تنشط الذاكرة، تقوي الذاكرة، حلو الكلام؟ اللي هو موجود في زيت السمسم، وإحنا عارفين كلنا زيت السمسم والطحينة غنية بأوميجا 3. أه، كل ده مع بعضه مع الزبادي، فالأكل بتاعنا فيه العناصر الغذائية اللي بيحتاجها الجسم بكل تنوعها. اه، الطحينه هنا جاهزه زي الفل. اه تمام، دي مش هتخش النار، دي جاهزه كده على جنب بالطعم ده كده زي الفل اهو. مهم جدا ان انت تحضريها وتحطها في الثلاجه علشان تجهزيها بالشكل ده كده. تمام زي الفل كده، الطحينه زي الفل معانا. اخبار اللحمه ايه؟ بتستوي من غير ميه، بس انا عايز الاساتذه المصورين حبايبي نشوف الجوسي والسائل اللي نزل من البصل والحته اللحمه من غير ميه، واحنا مع بعض من البدايه. حته اللحمه بتستوي على نار هاديه، خدت الصدمه الناريه، خدت البهارات بتاعتها. البصلايه هنا يا سيد الموقف، فصوص التوم دي لما تطرى وتبقى لطيفه كانك بتاكل لوز مقشر، يا صباح اللوز، يعني اوميجا 3 برضو. ارغطيها كده ونخليها. معانا العيش بتاعنا اللي احنا هنعمله فته. العيش ده كده زي الفل، تجيب العيش خبز الرده، وده موجود في الطابونه. حلو الشكل ده كده، او انت ما عندكيش العيش ده في الخبز السوري احنا عارفينه اللي هو بيتعمل برده من الدقيق الاسمر، تجيبيه تحمصيه وتستخدميه في طبق الفته ده كده، وده افضل بصراحه. عارفينه احنا العيش السوري الرقيق ده. ادي العيش بتاعنا زي الفل. هتقولي له انت قاعده دلوقتي يا شيف مغازي، ما هو العيش ده عيش شوربه، الفته زي من... لا، الشوربه هتيجي دلوقتي وكل حاجه زي الفل، وهنطعمه بشوربه الكباب الحله اللي نازل منها دلوقتي، والكلام ده هنشوفه طبعا مع بعض. بس انا كده بجهز السرفيس بتاعي. حلو الكلام، تمام. نخش على اللي بعده. احنا معانا النهارده شويه بتنجان، وانا شخصيا بحب البتنجان، انا مسميه لحمه الفقير. البتنجان ده قيمته غذائيه عاليه جدا، وخاصه مريض السكر، وبعتبرش اللي عنده السكر ده مريض. كلنا عندنا السكر بنسب، بس في واحد معاه السكر زياده شويه، وفي واحد معاه السكر قليل شويه، ولكن الاحتياط واجب، وان احنا نخلي بالنا. والبتنجان لما نكسر من اكله واستخداماته بالتاكيد هيقينا من مشاكل السكر، وخاصه مريض القلب كمان. انا مش هتكلم في التفاصيل لان البتنجان لنا موقف معاه. خلينا نطلع فاصل صغير عشان المعلومه الغير معلومه اللي اقولها عن البتنجان وتشوي البتنجان وما يبقاش من جوه ممرر، الكلام ده بعد الفاصل. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، ومحلك سرك يا ابو الشيف. البتنجان عندنا سبحان الله الالوان بتاعته مختلفه، جميل زي الفل. احنا اتفقنا ان ازاي نشتري البتنجان صح. لما نلاقي من هنا العشبه بتاعته او الزهره بتاعته خضراء معناته انه طازه، نضغط عليه بايدينا كده نعرف ان هو زي الفل، ما بترجعش تاني، يعني الجسم بتاعه صلب شويه، بيلمع البتنجانيه كده زي الفل، تعتبر طازه. حلو الكلام. انا عايز اشوي البتنجان ده. احنا بنتعامل مع البتنجان ده شويه كده مش صح. يعني ايه؟ يعني بنحطه في الفرن نشويه، على ما يسخن في الفرن بيبقى قلبه اسود من جوه. فالبتنجان بصراحه لازم يتشوى على الاول على عين البوتاجاز بالشكل ده كده. لو سبت البتنجانيه زي ما هي كده هتبقى قنبله عندك في المطبخ. يعني انت لو واقفه على البوتاجاز بمجرد ما تسخن والهواء يتحبس جواها هتلاقيها فرقعت على طول. المقادير على الشاشه صوريها سريعا مع بعض كده، ازاي نعمل البتنجان النهارده سلطه بزيت الزيتون والطحينه. مقاديرها بسيطه وسهله. بتنجان، طحينه، زيت زيتون، توم طازه، وفلفل الوان متقطع كريات صغيره، ملح وفلفل وشويه كمون. هي دي المقادير بكل سهوله.
تعالوا نعمله مع بعض. البتنجانية بتجيبيها بالشكل ده كده، بتمسكيها تفتحها فتحات صغيرة كده. الفتحات دي لازم، ليه الفتحات دي يا عم الشيب؟ بتطلع الهواء السخن اللي هيسود لك قلب البتنجان، ربنا يكفينا شر السواد من جوه، ودي مطلوبة علشان كمان البتنجانية ما تفرقعش منك على عين البوتاجاز. عندك أطفال صغيرين، احنا كلنا عندنا أولادنا الصغيرين بيحبوا يخشوا المطبخ يشاركوا ماما في عمايل الأكل أو إن هم يكونوا متواجدين. فالبوتاجاز لو حطيت عليه البتنجان ده يحصل مشاكل، والمشاكل دي أنا عارفها كويس. البتنجان لما تيجي تشويه على عين البوتاجاز لازم تعملوا له فتحات بالسكينة، علشان لما تسخن البتنجانية ويتحبس جواها الهواء السخن ده كده بتلاقي مخرج تطلع منه. حلو الكلام؟ وهتخليها على النار كده، أول ما بتلاقي لونها أسود بالشكل كده بتحطها في الفرن شوية، تفتح الفرن وتحطها في صينية وتشويها. إحنا عدينا المرحلة دي ومعانا البتنجان مشوي وزي الفل. هنخلي ده كده هنا، وتعالي البتنجان أهوت معانا، الدنيا حلوة كده زي الفل. أدي البتنجان معانا أهوت زي الفل بالشكل ده كده. هنمسك البتنجان ده دلوقتي نقطعه بالسكينة. بتنجان مشوي زي الفل. طبعا أنا مش هفرمه في الكبة، أنا عايز شخصيته كده زي الفل معايا أهو. البتنجان ده يتعمل مسقعة يبقى لطيف وحلو، يتعمل مقلي بانيه يبقى لطيف وحلو زي الاسكالوب بالظبط، حط بيض وبقسماط. اللي قطعناهم دول ناخدهم كده في كاسروله. حلو الكلام. بما انك انت طفله لسه عسوله فبلاش ان احنا نعمل رجيم قاسي. انا من وجهه نظر النشويات اللي موجوده في البطاطس، علشان اللي بيبقى فاهم الموضوع صح، البطاطس لما بتتقلي في الزيت هي كده بتأذينا. البطاطس لو شويناها في الفرن نستفيد بالنشويات اللي موجودة فيها والكربوهيدرات اللي موجودة فيها، وبقدر الإمكان نقلل النشويات إذا كان في الرز أو البطاطس أو في الخبز مثلا اللي بيبقى فيه عجينة كتير. الحاجات دي كلها مطلوبة. أدي البتنجان معانا كده زي الفل، كسرته كده أهو تمام. البتنجان ده ميزته بقى لو اتحط في التلاجة شوية المية اللي نزلوا بالبتنجان دول ما يترموش، دول كلهم حديد. حلو قوي زي الفل. المية اللي تنزل بالبتنجان بلاش ترميها، معانا طحينة هتثبتها. شايفة البتنجانية؟ دي بقى لو مقفولة دلوقتي كان زمانها فرقعت في الاستوديو. زي الفل. تشويها كده من الجناب وبعد كده بنحطها في الفرن. هنعمل دلوقتي خلطة للسلطة دي مع بعض. حلو الكلام. اخبار كباب الحل ايه؟ نبص عليه بصه كده الدنيا عامله ايه. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ استوت حته اللحمه بقت زبده. شفت ده؟ بهريز بصلايه دابت مع اللحمه، الفص التوم بقى لوز في قلب اللحمه، البهارات بتاعتنا واحنا شغالين مع بعض كده واحده واحده. احنا مهديين النار خالص، خلي بالك علشان واخواننا وحبايبي بالسوشيال ميديا اللي انا بشكرهم لتواصلهم وكمان متابعتهم للصفحة. المعلومة الغير معلومة، تسوية الكباب الحل على نار هادئة طوال الوقت بيساعد على حتة اللحمة تكون طرية وزبدة. هنغطيها، والتغطية مهمة جدا عشان كده بيسموه كباب حل. زي ما انا معاكم كده. حلو، تعالوا مع بعض نكمل موضوع البتنجان. حطينا طاسة على النار بنحط فيها شوية زيت زيتون. حلو قوي. زيت زيتون ما نكترش، احنا اتفقنا ان احنا بنهرب من الدهون. حلو قوي. معانا من زيت الزيتون ده نحط عليه بصلاية ناعمة، وعلى البصلاية دي يا عم الشيف شوية توم ناعمين، ونقلبهم مع بعض. معانا كزبرة خضراء زي الفل معانا اهي. ناخد الكزبرة الخضراء دي نفرمها ناعمة أو بالسكينة مكان فرم البتنجان. مهم جدا الخضروات، بقدونس، كزبرة، شبت، الغسيل قبل التقطيع مش بعد التقطيع للحفاظ على السوائل اللي موجودة في الخضرة. تنزل هنا يا ويلي. معانا عصير ليمون، معانا طحينة.
حلو قوي، نقلب دول مع بعض وانا شغاله واحده واحده. عايزك تعمل السلطه دي لجوزك النهارده. اه دي سميها سلطه الشيف المغازي، البتنجان على طريقه الشيف المغازي. اه شايف الجو ده كده؟ اه 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 بصلايه التومه، ما استنتش على التومه لما تحمر، ولا البصلايه تحمر جامد عشان ما تمررش السلطه، ده مهم جدا. واحده واحده مع بعض عشان طبق السلطه ده بهديل كل الساده المشاهدين. ده اسمها خبرة السنين اهو، بما ان انا بحب البتنجان بكل تفاصيله. حلو، ادي التومة مع البصلة مع الكزبرة الخضراء. عنده طحينة، فين الطحينة؟ اهي تنزل على التومة وعلى الكزبرة والبصلة بتاعتي اهي يا ويلي. اه لسه ما خلصتش. اه الطحينة لما بتخش النار تتحط على النار وتتعرض لدرجة حرارة بتتخن، بيبقى لها قوام. ودي جايه منين؟ بتيجي من السلطه الحاره البيروتيه او السمكه البيروتيه اللي هي بتتعمل بالطحينه. لازم الطحينه تتطبخ على النار مع بصل مع فلفل، كل ده مع بعض اهو. طحينه على النار اهي اهي، واقلب كده. بدات اشم ريحه الطحينه الحلوه اللي هي معموله من السمسم، وبدات ريحه السمسم تطلع اهو 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 وانا شغال واحده واحده اهو اهو. واحط لها شويه ميه سخنين. يا ويلي يا ويلي، واسيبها على النار اهو. شايفين الطحينه اهي؟ الطحينه بدات تطبخ على النار اهي اهي. شايفين الجو ده كده اهو؟ الطحينه دول شويه طحينه تقريبا، يعني يعملوا تقريبا ربع كيلو اهو. شايفين القوام ده كده اهو؟ زي الفل. كل ما تتجمد كل ما اديها شويه ميه ايه مغليين اهو اهو. فين معلقه الزيت الزيتون؟ اختفت هنا اهو. انا بطبخ طحينه اهو، سيبوني اقلب الطحينه ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل. بعمل البتنجان النهاردة لأول مرة، وقولوا معايا حقوق الطبع لدينا وبس، حتى مع البتنجان وتفاصيله بما فيه من قيمة غذائية عالية جدا وبيحتاجه كل الأفراد الأسرة. أو تروحوا بعيد تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتفاصيل الصغيرة اللي بتاخدنا في طريق النجاح. طحينة طبخت على النار، سبتها على النار هادية، خدت تفاصيلها، زيت السمسم، السمسم اللي فيها. باخد الطحينة دي وانزل بيها على البتنجان المشوي مسبقا، وقشرت القشره بتاعته وسبته لما يبرد بالشكل ده كده زي الفل يا عم الشيف. تمام، ده بالنسبه للسلطه. معانا شويه زيت زيتون وعصير ليمون. زيت زيتون على البارد مفيش منه اي مشاكل، اه بالعكس بيعالج مشاكل الامساك، بينشط الجهاز الهضمي. اه شويه بقدونس حلوين زي الفل مع السلطة الحلوة دي كده، عصير ليمون مع السلطة الحلوة دي كده. الله أكبر اهو زي الفل. سلطة مش هتاكليها بره اهو. نقلب السلطة دي كده اهو، البتنجان بتاعنا طبعا، وجود الطحينة المطبوخة مع البتنجان اللي أنا مقطعه بعد ما اتسلق. السلطة دي لما تحط في التلاجة بقى تاكلي منها كل يوم معلقتين ومن غير عيش، ولا كده كانك بتاكل مثلا ايه مهلبيه، رز بلبن، حاجه حلوه، قرع عسلي. اه بتنجان على فكره ممكن يتعمل حلو، انتظروا مني ان شاء الله يوم الاحد اللي جاي زي النهارده باذن الله، اذا فينا عمر باذن الله تعالى نعمل لكم البتنجان ده حلو. اه سلطه زي الفل، نغرفها مع بعض كده سريعا يلا. اه ناخد البتنجان ننزل بيه هنا كده اه. الله على السلطه دي يا شيف. حط عليها فلفل الوان، اهلا وسهلا. بس انا مش عايز احط الوان كتيره علشان هنا البتنجان له لون وله شخصيه. انا كده لو حطيت اي حاجه تانية بلغيها، بس انت عشان ولادك وعشان اسرتك عايزه تحطي ماشي اه. السلطه الحلوه دي كده زي الفل بالف هنا وشفا للي ياكل منها. آمنة ثم آمنة، صحية ثم صحية، أه زي الفل يا عم الشيف. عدنا ده حلو كده برزنتيشن، العين بتاكل وده مطلوب، وعشان دي فيها توم كتير بالشكل ده كده أهو. ده طبق البتنجان، طبق البتنجان بتاعنا زي الفل. نيجي الفتة اللي الشيف النهارده بيخترعها. إيه اللي حصل في الفاصل وإيه التفاصيل يا عم الشيف المغازي؟ كباب الحلة استوى، فرسان التلفزيون المصري حبايبي، كباب الحلة استوى زي الفل. لما استوى انا خلاص خدت الشكل اللي انا عايزه، حطيت شقشقة مية،
شيشاء المية دي الهدف منه، باخد شوية الجوس بتوع اللحمة مع التوابل اللي أنا حاططها علشان أشرب العيش بتاعي. حلو أوي. أه مية بتغلي أهي. أه تاني، ده اللي حصل في الفاصل للأمانة. حلو الكلام. هنعمل إيه يا عم الشيف؟ أه زي ما إحنا كده بنقلب. أه إيه الأخبار؟ زي الفل. باخد البهريز ده كده ونيجي هنا. يلا فرسان التلفزيون المصري الأساتذة المصورين. أه 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 ده السائل اللي هينزل على العيش. أه دي فتة يا شيف فتة. وريني بقى سمنة هنا، وريني الزيت، مفيش أي حاجة خالص. أه أه زي ما احنا شايفين كده مع بعض. اه زي الفل. اه اه اللهم صل على النبي. اه ده السائل بتاع اللحمه، بناخد شويه منها كده وننزل بيها على العيش كده. طبق فته اسمها فته كباب الحله. اه تاني ننزل. اه اه شويه العيش هنا شربوا بالكباب الحله. عينيا يا فندم. هناخد الزبادي ده كده والطحينه. اه ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ فته الكباب الحله بالزبادي. اه صحية ثم صحية. اه لسه ما خلصتش. اه عينيا. اه ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ هو ده تمام. ناخد اللحمة بتاعتنا زي الفل عشان وقتنا خلص. اه ألف هنا وشفا للي ياكل من الطبق ده. يدعي لي بس، يدعي لي دعوة حلوة. اه اه اللهم صل على النبي. مش عايزه رز دي خالص. اه حلقتنا النهارده ببساطه سهوله مرونه، قدرنا نخترق المطابخ كلها ونجمع الخبره الطهويه والخبره العلميه لعلم التغذيه، لان في ثقافه دلوقتي لعلم التغذيه، ازاي اعمل الاكله اللي نفسي فيها ولكن بطريقه صحيه بدون ما احرم نفسي. عملنا طبق البتنجان زي ما حضراتكم شفتوا تفاصيله، طبخنا الطحينه، سبكناها على النار، نزلت على البتنجان اتعرفوا على بعض، قدمناها مع زيت زيتون وعصير حامض بألف هنا وشفا. عايزه تحط دبس رمان اهلا وسهلا، دي مرحله تانية بس انا عملتها على طريقتي عشان طعم البتنجان هنا يكون هو سيد الموقف. عملت طبق فته لاول مره اسمها فته باب الحله بالزبادي، وحقوق الطبع لدينا وبس. وشفنا الزبادي ازاي اتحط له الطحينه مع التومه الطازه وعصره الليمون، وشفنا ازاي استخدمنا الجوس بتاع اللحمه بتاعتنا مع البصل والتوم الصحيح لذوبان الخبز علشان يتقدم بألف هنا وشفا. انتظروا مننا كل يوم جديد في جديد، وكل يوم في الاسبوع لنا موقف، اذا كان من المطابخ العالميه او المطبخ الصحي او المطبخ المصري بكل تفاصيله. ولكن ما ننساش اليوم العالمي يوم الاربع من كل اسبوع بيبقى سمك، والحلقه بتتعاد يوم الجمعه. دي تفاصيل برنامج اكله امي اللي اصبح دلوقتي واخد صيد عالمي. رؤيه فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.